السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو سابق اتكلمنا عن القصة البسيطة اللي موجودة في التوراة، كان ليها تأثير كبير جدا على السياسة حتى يومنا الحالي، واستدلنا بكلام مؤرخين تقريبا كلهم صهاينة وكلهم يهود تقريبا، وكلمنا عن الصهيونية المسيحية وازاي انها سبقت الصهيونية اليهودية، وان هي كانت سبب كبير جدا في ترسخ فكرة تصدير المشكلة اليهودية. احنا هنصدرها لفلسطين، احنا عايزين نخلص منهم، وكل مشكلة كانت بتظهر عندهم كانوا يروحوا مصدرينها. فمثلا القطاع الطرق هنصدرهم مثلا لأمريكا، الخارجين عن القانون ممكن نروح مصدرينهم لأمريكا وهكذا. وازاي ان مارتن لوثر عمل كتابين، في الاول كان بسبب القصه بتاعت سيدنا نوح واولاده سام وحام ويافث، فعمل كتاب اسمه المسيح ولد يهوديا، وكان بيقول انا نفسي كنت يهودي لكن احنا لازم نرضى ان نكون كالكلاب اللي تاكل من فتاه ميت اسيادهم. ولما فهمهم عمل كتاب اسمه اليهود واكاذيبهم، وقال ان احنا احسن حاجه نخلص منهم ونوديهم الارض فلسطين ونخلص من القصه بتاعتهم. وده تقريبا كان كل راي البروتستانت، وده كلام ناس كتير من البروتستانت، وكان ناس كتيرة جدا من اليهود ومنهم مثلا جون لوك. وان من 1800 في ناس كتير عمالة تكتب عن ارجاع اليهود حل لمشاكل الامم. واتكلمنا عن هيكل سليمان والمقاس بتاعه، وقلنا ان هو حاجة بسيطة خالص، 1.2 متر في 10 متر، وان هو مفروض ان هو اتهد اكتر من مرة. فلما جاء ان المسلمين ما كانش فيه ولا حتى يعني طوبة واحدة، تمام، وان حائط المبكى ده اصلا ده حائط للمسلمين، لكن سلمان القانوني قال لهم انا هسيب لكم حتة كده تخشوا تقرأوا فيه. راح قال لهم طب خدوا الحتة دي اقرأوا بس ما تعملوش دوشة واقرأوا كده بصوت واطي والحاجات دي كلها. فقالوا لا، ان هو تبعنا. والحاخامات، انا مش جايب كلام مسلمين او مشايخ او كذا، الحاخامات قالوا ده حرام ان حد يدخله، لازم ان هم يطهروا الاول لان هم حسب العقيدة بتاعتهم ان هم انجاس، وهنشوف الكلام ده. وكذا حد اسرائيلي زي شلومو ساند اتكلم عن اختراع الشعب اليهودي، ان هم ابتكروا اساطير كتيرة منهم ان هم دم نقي، بينما ناس كتيرة من قومات اخرى دخلوا وبقوا موجودين ان هم كيهود لكن هم اصلهم ليس من بني يعقوب. هسيب لكم الفيديو، وده تقرير من عزبة الأمم إن الحائط وكل ده تبع المسلمين، ملهمش أي علاقة باليهود خالص. وحاخام يهودي بيقول إن إحنا ملناش الحائط البرج ده مش تبعنا وملوش أي قدسية، ويحرم في الديانة اليهودية إن هم يدخلوا. طيب هنتكلم بقى النهاردة عن البقرات الحمر، وقبل ما نتكلم عن البقرات الحمر هنتكلم عن خطية التعجيل بالنهاية، ده حياة هاكتس، اللي هي الضغط على الإله لإجبار المسيح على المجيء. أو خلينا نقولها كده بلهجة الناس اللي بتحكي قصص، إن أنا عندي نبوءة فأنا بشتغل على إن أنا أحقق النبوءة ديت، بينما النبوءة المفروض ده متحكمش فيها. لكن هما وعندهم إن اليهودي لازم يصبر، وطول ما هو صابر لحد ما يجي المخلص هو بياخد حسنات، يعني استنى لحد ما المسيح يخلص يجي لوحده من غير ما أنت تعمل حاجة خالص، ويحرم عليك ان تعمل حاجه خالص. والحاخامات قالوا لهم ان في لعنه موجوده وان احنا ما ينفعش نكون موجودين في ارض فلسطين غير لما المسيح يجي او المخلص يجي، وساعتها احنا هنيجي وهنعيش 1000 سنه في عسل، و1000 سنه حلوين جدا وما فيهمش اي مشاكل خالص، بشرط ان احنا ما نتحركش وما نعملش حاجه وما نتواجدش في ارض فلسطين ولا ندخل الهيكل. دخول الهيكل ده عملوا له شروط، مش ربنا اللي عمل شروط، هم اللي عملوا شروط. طيب هم عندهم ان في ان هم نجسين، ده حسب العقيده بتاعتهم، فعشان يطهروا لازم ان هم يعملوا شويه طقوس، واكبر نجاسه عندهم ان هو يلمس ميت. مس ميت، ميتة انسان ما يكون نجس 7 ايام، يطهر به في اليوم الثالث. دي مفروض انها مش الشروط عشان يرجع المخلص، ده دي شروط ازاي الواحد ان هو يتطهر، تمام. ف
فمفروض ان هو لو عايز يتطهر بيتطهر بكرة حمراء. المفروض ان هم ما لقوش البقر الحمراء دي غير 9 مرات، اخر واحده فيهم كانت من 2000 سنه، يعني واحده فيهم ايام سيدنا موسى، وقال له ان يعني لا انت ولا هارون اللي تقول الموضوع دوت، المفروض الحاخام الاكبر هو اللي تولى الموضوع دوت. فهو حتى المفروض ان هم من 2000 سنه محدش فيهم طاهر، كلهم انجس دي حسب العقيده بتاعتهم، وان لم يطهر في اليوم الثالث ففي اليوم السابع ليكون طاهرا. كل ما مثلا ميت انسان قد مات ولم يطهر ينجس مسكن الرب، ما ينفعش يدخل مسكن الرب، وما ينفعش يدخل الـ الاقصى، تمام؟ حرام ان هو يدخله حسب الكتاب بتاعهم، لان ما النجاسه لم يرش عليه تكون نجسه، نجاستها لم تزل فيها. هذه هي الشريعه. اذا مات انسان في خيمه، لو انت مت في مستشفى فكل واحد يدخل المستشفى دي يكون نجس. لذلك بيصروا ان الحاخامات اللي هيبقوا مسؤولين عن البقرات الحمر دول ما يكونوش اتولدوا في مستشفى، تمام؟ شايف يعني احنا كنا بنقرا في القران ان هم كل شويه صعب على نفسهم، دي فعلا، تمام؟ وخلي بالك في قصه البقره اللي سوره البقره سمت باسمها، وعلى فكره هي اللونين قريبين من بعض، يعني دي بقره حمراء ودي بقره صفراء، لا بس بقره صفراء فاقع لونها، تمام؟ يعني لونها فاقع، اصفر فاقع، وهنا لون الاحمر. لو انت بصيت هتلاقي على الصور اللي هم بيصوروها مش حمراء، هي مش حمراء، هي فيها صفار شويه، تمام؟ يعني مخلوطين ببعض. وفي الاساطير المصريه القديمه في برضو بقره حمراء تميل للاصفر بنفس اللون دوت. وكل انسان وكل اناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابه يكون نجس، يعني لو حصل موت ما اعرفش ليه نجس للشكل دوت، لو في اي اكل مش متغطي يبقى نجس. وكل من مس على وجه الصحراء قتيلا بالسيف او ميتا او عظم انسان او قبر يكون نجس 7 ايام، تمام؟ النجاسه ايه؟ تتطهر منها ازاي؟ ان انت تغسل نفسك بميه؟ لا، فيأخذون نجس من غبار حريق ذبيحة، تمام؟ الخطية يكون عليه ماء حيا في إناء، ويأخذ رجل طاهر ذوفا ويغمسها في الماء ويندجه على الخيمة، تمام؟ يعني لازم يذبح البقرة الحمراء دي، وعلى جميع الأمتاع وعلى الأنفس التي كان هناك، وعلى من مس العظم أو القتيل أو الميت أو القبر. ينضح الطاهر على النجس في اليوم السادس واليوم السابع، ويطهره في اليوم السابع، فيغسل ثيابه ويركض بماء، يكون طاهرا في المساء. وأما الإنسان التي تنجس ويتطهر فتبات تلك النفس من بين الجماعة، يعني المفروض ان هو يبات لانه نجس مقدس الرب، ماء النجاسة لم يرش عليه انه نجس. اما بقالهم قد ايه ما تنجسوش، ما طهروش من النجاسة بتاعتهم؟ 2000 سنة. والذي مس ماء النجاسة يكون نجسا الى المساء، يعني مجرد ان هو مس ماء النجاسة، لدرجة ان الاكبر حخاب اللي هيتولى الموضوع ده يفضل نجس 7 ايام، واي حد يخش له ويتكلم معاه او كده يبقى نجس كمان. اي بقى، وكلم الرب موسى وهارون، هذه فريضة الشريعة التي امر بها الرب قائلا كلم بني اسرائيل ان ياخذوا اليك بقرة حمراء صحيحة. خلي بالنا ان ده ملوش علاقة بعودة المسيح او عودة المخلص او ان ربنا يبعت لهم المخلص بتاعهم، ده ربنا كان بيقول لموسى وهارون حسب كلامهم، تمام؟ لان في تحريف كتير في العهد القديم، ان ده لو انت حد عايز تطهر مالوش، لو انت عايز المخلص يجي تعمل كذا، تمام؟ لكن الحاخامات هم اللي ضافوا ده في المشنا وبقيه الكتب اللي هم بيشرحوا بيها التوراه. قال له كلم بني اسرائيل ان خذوا اليك بقره حمراء صحيحه لا عيب فيها، نفس اللي موجود في سوره البقره. بقره ان البقره دي مفروض ان محدش ما فيهاش اي عيب، ما حدش استخدمها، ما تربطتش بحبل، يعني لو حد ربط البهارات دول بحبل خلاص البهارات دول ما ينفعوش. في حاجه كمان، ان البهارات دي ما اتولدتش ولاده طبيعيه، ده عملوا لها المفروض انها تتولد ولاده طبيعيه في فلسطين، لا ده هم عملوا لها استنساخ وعمليات صناعيه واتولدت في امريكا، تمام؟ يعني هم ما استنوش انها تتولد ولاده طبيعيه، المفروض ان النبوءه كده انها هتتولد طبيعيه، لا ده عملوا هندسه وراثيه عشان يوجدوا البهارات ديت، تمام؟ فهو ده هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان هو دحيتها كتس، لان ما عندهم حسب العقيده بتاعتك اصلا المفروض ما يجيش فلسطين. فهرتدل هارزل لما جه عمل المؤتمر بتاعه
قال لك هنعمله في المانيا، الحاخامات الموجودين في المانيا كلهم رفضوا، قالوا له ده حرام، انت اصلا علماني، انت ضد الحاجات دي، احنا عندنا الكتب المقدسه بتاعتنا بنقول ما نرجعش في فلسطين غير لما نفاجئ ان المخلص جه، اول ما نلاقي المخلص جه يبدا ان احنا نروح فلسطين. فهم دلوقتي مثلا بيحاولوا يذبحوا بقره من البقرات الخمس في غير ميعادها، ليه؟ لان هو حسب العقيده ان كل اليهود بقى يجوا ويجتمعوا في المكان دوت، يعني كل اليهود اللي عايشين في بولندا وامريكا يسيبوا بلادهم ويجوا ما دام في بقره ذبحت او في حاجات زي كده، وتحرق البقره امام عينه، يحرق جلدها ولحمها ودمها مع فرسها، وياخذ كان خشب ارز وزرفة وقرمزة وطرحهن في وسط حريق البقرة، ثم يغسل الكاهن ثيابه ويرحض جسده بماء، وبعد ذلك يدخل المحلة، ويكون الكاهن نجسا إلى المساء، والذي أحرقه يغسل بماء ويرحض جسده بماء ويكون نجسا إلى المساء. ما فيش حاجة عن عودة المخلص ده عشان تتطهر، تمام؟ فهي دي لازم عشان تطهر، إن أنت تذبح وإن أنت تشيل النجاسة بسبب الذبح ده، لأنه إذا كان دم ثيران وتيوس ورماد عجلة مرشوشة على المجاسين يقدس إلى طهارة الجسد. طيب بمناسبة التعجيل بالنهاية، من ضمن الحاجات اللي هم بيستغلوها إن هم يقعدوا يقول لك إحنا من ضمن الأساطير، يعني إن في محارق حصلت والحرب العالمية الثانية وهتلر والحاجات دي كلها. هما في معسكر هناك معتبر مزار سياحي عشان يفكر الناس باليهود، كان مكتوب عليه كده، المعسكر اسمه بيركنيانو، كان مكتوب هنا في الفترة ما بين 1940 1945 في 4 مليون من الرجال والنساء والأطفال، وإنهم كلهم يهود. عدلوها وقال لك إنهم 1.5 مليون معظمهم من اليهود والقادمين من مختلف البلاد الأوروبية، تمام؟ فدي من ضمن الحاجات، إن يعني أسطورة بيصنعوها وبعد كده يقول لك لا ده في حاجات غلط. هما استغلوها لان هما يخلوا اليهود كلهم يروحوا هناك. وفي نسان وينستوك ده واحد صهيوني بيقول لك الصهيونيات ضد اسرائيل، لو احنا الغينا كتاب اسمه الصهيونيات ضد اسرائيل، لو الغينا ما فيش الشعب المختار والارض الموعوده مش هيبقى في صهيونيه. طيب موسى بن ميمون، موسى بن ميمون ده يعتبر اكبر عالم عندهم، اكبر هاخام عند اليهود، تمام؟ موسى بن ميمون كان عايش في الاندلس، ولما حصل بقى المشاكل هناك وكده جه قعد مع صلاح الدين الايوبي، وكان الدكتور او الطبيب بتاع صلاح الدين الايوبي، واليهود بيقولوا ما جاء بين موسى وموسى خير من موسى بن ميمون، يعني ده اكبر هاخام في العالم، ومشي ابن نحمان، تمام؟ بيقول ايه؟ بناء الهيكل لن يتم بواسطه البشر، يعني لازم نكون عارفين عقيده اليهود ان هو مش بني بواسطة البشر، واللي هيبنيه هو المشياح المنتظر عند مجيء وعند اقتراب الخلاص النهائي، وحرام علينا ان احنا نعجل بيه او ان احنا نعمل حاجة، يعني في نبوءة هتحصل منتظرينها، يعني احنا بقى نعمل حاجات صناعية عشان في مثلا سحابة هتيجي، احنا نعمل سحابة صناعية عشان نجبر ربنا ان هو يعمل الحاجة دي، والعياذ بالله. فاللي الحاخام الاكبر اليهود السفارديين بيقول لك تقديس مكان الهيكل بنجاسه الميت لدى اليهود، انتوا نجسين، هو بيقول لهم كده، تمام؟ ده اكبر حاخام عندهم، بيقول لهم انتوا نجسين، ما ينفعوش تدخلوا كل شويه الاقصى، انتوا بتنجسوا الاقصى بدخولكم، ده كلام اليهود مش كلامي. فدي فكره البقرات الحمراء، واسيب لكم الفيديو الاولاني في الكومنت ان شاء الله.